دولة قطر محطة هامة لتوقف الطيور المهاجرة التي تقطع آلاف الكيلومترات وهي قادمة من قارة أوروبا في الشتاء لتأخذ قسطاً من الراحة ثم تواصل رحلتها الطويلة إلى إفريقيا. بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الطيور البرية والتي تعيش في البيئة القطرية بشكل دائم، سيأخذنا المصور محمد الباكر في رحلات شيقة واكتشافات ممتعة لإظهار الجانب الجميل والخفي من الحياة البرية ولتوثيق أرشيف مفصل عن طيور البيئة القطرية. أشعة الشمس الذهبية بدأت تشرق في الأفق، ومحمد الباكر يأخذنا في رحلة جديدة منذ الفجر. هدفه واحد، إثراء أرشيف الحياة البرية القطرية وبالأخص عالم الطيور الذي كان وما زال محور اهتمامه وشغفه الأول، بالإضافة إلى تجميع أكبر كمية من المعلومات والسلوكيات وإظهارها للجميع في صور تزيح الستار عن جمالية مخبأة لا تتاح رؤيتها عن قرب إلا نادراً. اليوم جيت تركيا، منطقة تركيا، على أساس أني أشوف إذا ممكن أصور بعض الطيور إذا كانت مقيمة أو مهاجرة. يعني حاط في بالي أني أصور ممكن يكون مساح الريضان أو الصقرقع اللي هو الورار أو خاطف الذباب الذبابي، فإن شاء الله أني أتوفق في أحد هذه الطيور تصويرها بلقطات جميلة. طبعاً أنا أفضل أني أكون موجود في المنطقة هذه قبل شروق الشمس، ونلاحظ أن الشمس توها طالها، فأنا أحب أني أجي منطقة إحنا نسميها الروضة داخل منطقة تركيا. المنطقة هذه كثير تتجمع فيها الطيور، وأنا أحب أني أخذ فيها لفة لحد ما تطلع الشمس بشكل تكون الإضاءة يعني نوعاً ما أقدر أستفيد منها وقت التصوير. فأخذ لي جولة بسيطة أتأكد بس من المكان وشنو أنواع الطيور اللي موجودة، وممكن أقعد شوي نأخذ لنا كوب شاي ونبتدي الرحلة إن شاء الله، والله يوفق ونحصل لنا لقطات حلوة إن شاء الله لهاليوم. لحظات الاستراحة عند شروق الشمس مع شرب كوب من الشاي الدافئ تمنح مصور الحياة البرية طاقة إيجابية متجددة تجعله ينسجم ويتفاعل مع الطبيعة وألوانها الغنية. طبعاً جهزت لي قاعدة على السريع، تقريباً الحين الساعة 6 الصبح، درجة الحرارة تقريباً 20 أو 21، ممكن نقعد يعني حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة، نشرب لنا كوب شاي، نشوف المكان ونتكلم عن بعض الطيور اللي أنا ممكن أحصلها اليوم. بتكلم عن مساح الريضان، يعتبر مساح الريضان من الطيور المهاجرة، طبعا هو من فئة الطيور الجارحة، يجونا عن طريق الهند وآسيا الشرقية، ودائما يتواجدون عندنا في منطقة الخليج العربي في فترة الشتاء. طبعا هم أكثر من نوع وأنواعهم متشابهة جدا، يعني صعب أن أنا أفرق بين الواحد والثاني. أنواعها ممكن في من أنواع مساح الريضان اللي هو إحنا باللغة العربية نسميه المرزة الباهتة أو المرزة الدجاجية أو مرزة البطائح المستنقعية،
هذول كلهم يندرجون تحت اسم مساح الريضان. ليش احنا سميناه مساح الريضان؟ لأن دائما يكون محلق على مستوى منخفض ما بين الرواب، فلذلك يسمونه بمساح الريضان، كأنه يمسح الأرض. الغذاء اللي هو يبحث عنه دائما الطيور الصغيرة والفيران، الداب، الحياية، يبحث دائما ما بين الرواب عن الطيور الضعيفة غالبا، على أساس أنه يقدر يصيدها ويفترسها. هو طبعا يعتبر من الطيور المهاجرة، لأنه ما يفرق عندنا في الدوحة، غالبا هي فترة الشتاء، يعني تقريبا من 15/9 أو بداية 9 يبتدون يلفون في قطر. مساح الريضان أيضا يعتبر من الطيور الوحيدة يعني الغير مستأنس فيها، يعني دائما تلاقيه بروحه، يعني ما تلاقي مثلا في مجموعات أو يتجمعون مع بعض 3 أو 4، فدائما نحصل مثلا 1 أو 2. قبل مغيب الشمس نلاقي الطيور هذه اللي هي بكافة أنواعها، مساح الريضان بكافة أنواعها تلاقيها دائما موجودة على الأرض متفرقة، ما تجتمع مع بعض لكنها تكون متفرقة، يعني في نفس المنطقة تلاقي واحد قاعد في هذه المنطقة والثاني قاعد في منطقة شوي أبعد، لكن كلهم يكونون على الأرض. مصور الحياة البرية الناجح هو رسام يرسم بالكاميرا بدل الريشة والفرشاة، وهو يمزج ضوء الطبيعة ولون الواقع في لوحة فنية مبهرة. تقريبا صار لي الحين 20 دقيقة، طبعا أشوف الأجواء إن ما شاء الله الطيور متنوعة، فإن شاء الله الله يوفق، الحين بنبتدي عملية البحث والله يوفق إن شاء الله ونحصل لنا لقطات حلوة للطيور اللي أنا أفكر إني ألتقط لها صور اليوم، مثل مساح الريضان اللي تكلمنا عنه قبل شوي. طبعاً بديت عملية البحث الآن، ومن أهم النقاط في عملية البحث أن المصور لازم يتمشى بشكل بطيء جداً، على أساس أنه يركز على المكان ويتأكد إذا كان الطائر موجود أو لا. أيضاً ممكن يلاقي مثلاً طير ثاني أو لقطة حلوة ممكن أنه يأخذها. المشي السريع أو السواقة السريعة ممكن تهرب الطائر من المكان اللي هو موجود فيه. أيضا عملية البحث تكون في المنطقة اللي يتواجد فيها الطير، يعني مثلا طير خلنا نقول مساح الريضان يتواجد على أطراف المحاور، ممكن داخل المحور، فأنا لازم أركز هذه المناطق أشوف إذا كان الطير موجود أو لا. استمر الباكر في البحث عن طائره المنشود، ولم يمض وقت طويل حتى يظهر مساح الريضان محلقاً وفارداً جناحيه، فتوقف الباكر ليرصد الطائرة أثناء هبوطه على الأرض باحثاً عن الغذاء. في لقيت مساح الريضان موجود على الأرض، فأنا الحين راح أمشي شوي شوي، بس إن شاء الله إنه ما يطير. أهم شيء إن أنا أجهز، لازم أجهز الكاميرا والإعدادات وكل شيء من بعيد، يعني قبل لا أوصل حق الطير، لأن أي حركة أنا ممكن أسويها قدام الطير بتشرد الطير، بيخاف وبيروح من مكانه. فأنت لازم تجهز تجهز استعداداتك بمسافة يعني بعيدة تقريبا من الطير عن السيارة، وأهم شيء إن إحنا نغطي. طبعا أنا قاعد أقرب الحين من الطير شوي شوي، على أساس أني أقدر أخذ صورة بورتري
وصورة بشكل كامل بس تكون قريبة. سكر السيارة. حاليا اللي قدامي طير واحد أنثى مساح الريضان اللون البني. طبعا الفرق ما بين الذكر والأنثى أن الذكر لونه أبيض. غالبا في عالم الطيور الذكر دائما يكون أجمل من الأنثى ولونه يكون مميز. الطير الله هذه حلوة الصورة هو فارد جناحه. الطيور الصغيرة تعتبر مساح الريضان مصدر خطر لها لأنه يتغذى على الطيور الصغيرة وعلى الفئران والحياية والداب. ممكن أنا أخذ الحين صورة أيضا. أيوة كان فار وايد على أساس أني أخذها على جنب. لم يتوقف الباكر عن ملاحقة ومتابعة طائر مساح الريضان لأيام عديدة وفي مختلف مناطق تواجده، والآن سيحاول الاقتراب ببطء وحذر لالتقاط صور جديدة له. الإعدادات بس السريع. طبعاً لازم شوي شوي أكون نازل على أساس إنه ما ينتبه للطير. إن شاء الله إنه ما يأخذ باله. حالياً هو فار ماسه فما يقعد يطالعني. أوكي هذه المنطقة ممتازة. هذا بسرعة الإعدادات جاهزة. تأكد أن الأرض ما فيها شيء. أخذنا بالصورة. هلا صور فيديو. مشهد جميل. ليش مستوى الأرض؟ إن شاء الله نسوي أكشن. حاليا واقف. طبعا مدام إن الطير ثابت الأفضل أنه أنا أكون ثابت ما أتحرك أو أقوم أو أسوي أي حركة تثير انتباهه فيطلع من الكادر أو يطير. حلو مشهد جميل. إن شاء الله إذا وفقنا بعد نحصل لنا أكشن ثاني. جاء دور تجميع ومراجعة غنيمته من الصور لطائر مساح الريضان في مختلف الأوضاع والمناطق مع إضافة اللمسات الفنية الأخيرة عليها. بعض الصور اللي التقطتها حق مساح الريضان لما كنت في منطقة تركية توفقت أني لقيت طير راكد قربت منه وايد. حصلت لقطات جدا جميلة بصراحة. الشارب فيها ممتاز جدا. الإضاءة كانت جميلة. من ضمن الصور مثلا هذه الصورة ممكن نعدل عليها بعض. نأخذ لها كروب مثلا بهذه الطريقة. نعدل يعني تعديل بسيط. نعدل الإضاءة شوي. نزيد الكونتراست. هذه
هذه توفقت فيها الحمد لله، أيضا كان طير راكد، نزلت على مستوى الأرض تقريبا وخذت له تصوير فيديو، كان الظاهر أنه يعني كانت فترة راحة بالنسبة له. من ضمن المعلومات اللي اكتشفتها أن مساح الريضان أيضا يأكل السمك. في نفس هذا اليوم طبعا لما حاولت أني أقرب اكتشفت أن الطير هذا قاعد يدور على غذاء، فلقى سمكة واصطدت هذه اللحظة. الحمد لله كانت بشكل رائع جدا، كانت هذه الصورة تم التقاطها، الفوكس كان على كامل الكادر، فكان ماخذ السمكة لو نلاحظها وطاير فيها. الصورة الثانية اللي كنت أتكلم عنها أنها مثل البورتري، هذه الصورة أنا أشوفها من وجهة نظري صورة جميلة جدا، كأنها صورة شخصية للطير، تفاصيل كلها باينة، الفوكس كامل على الموضوع، العين، الخشم، تفاصيل الريش، جميلة جدا. الحمد لله توفقنا في التقاطة هذه الصورة. اليوم سيضيف الباكر طائرا جديدا إلى قائمته الغنية بأنواع عديدة من الأصناف المختلفة، ويأمل في رحلته الصباحية هذه الحصول على صور لطائر الوروار أزرق الخد. اليوم طبعا أنا في منطقة السهلية، جاي إن شاء الله أصور صقرقع وروار أزرق الخد. طبعاً مثل ما قلنا أن وجود الصقرقع هو بداية استبشار لبداية الهجرة، هو يعتبر من الطيور المهاجرة، يجون نوعين اللي هو الأوروبي والأزرق الخد. جهزت أنا إعداداتي الحين في هذه المنطقة على أساس أنه ممكن يكون متواجد أو إن شاء الله أنه يجينا على هذه الأغصان. هذه الإعدادات إن شاء الله بكون موجودة هنا. طبعاً أفضل فترة تكون ما بعد شروق الشمس، أنا حالياً تقريباً طاف على شروق الشمس يمكن نص ساعة. الإعدادات أو الاستعدادات إن شاء الله بتكون في هذه المنطقة، أني بغطي نفسي في هذه التمويه وبقعد قدام هذه الأغصان إن شاء الله لما يجينا الطير أو مجموعة الطيور، لأنهم ممكن يجون 4-5 على نفس المكان. إن شاء الله الله يوفق ونحصل لقطات فنية جميلة. يختبئ الباكر هذه المرة مع كاميرته بالكامل تحت غطاء التمويه كي تطمئن الطيور ولينسجم مع البيئة المحيطة به، وما عليه الآن سوى الانتظار. صار لي تقريباً نص ساعة إلى 40 دقيقة في الموقع. طبعاً طيور الصقرقع تعتبر من الطيور المهاجرة اللي ما تفرق خاصاً في قطار، وبداية ظهورهم يكون تقريباً من بداية 9 إلى نصف 9. بعض الأحيان السر بيكون قاعد يوم أو يومين وبعدها ينتقل أو يكمل هجرته، وممكن إذا حصل مكان مناسب توفرت البيئة المناسبة الغذاء ممكن يقعد فترة أطول. طبعاً أنا قاعد أسمع صوت الطيور، لكن إن شاء الله نيون على المكان اللي أنا موجود فيه، وغالباً هم يجون هذه المنطقة لأن أنا
شفتهم قبل كم يوم جايين على هذه الأقسام. وعادة الطيور دائما تكرر جلوسها في المناطق اللي هي تجلس فيها بشكل يومي، وممكن حتى في نفس الوقت بالضبط تلاقي الطير موجود على نفس الغصن في نفس الوقت اللي انت شفته في يوم قبل، إذا كان متوفر له طبعا الأمن، يعني ما كان في شيء خطر عليه يخليه يهجر المنطقة هذه. أيوة في طير الحين تو واصل. طبعا احلى شيء ان فترة الصبح او بعد شروق الشمس تجدون الطيور يقعدون يفلون الريش، ينظفون ريشهم، فتلاقي اكشنات الله. طبعا شكل الصقرقع لما يفر ريشه يكون جميل جدا، تطلع تفاصيل الريش الاخضر على في شوية لون البرتقالي المايل للأحمر، فشكله وايد حلو، يعني تلاقي صورة شارب وهو فال الريش أو هو ينظف الريش تكون حلوة. الطيور الصقرقع غالبا تأتي من شرق آسيا، الهند، يتواجدون عندنا طبعا في من بداية شهر 9 إذا كانت الأجواء والمنطقة اللي هم وصلوا لها يعني زينة بالنسبة لهم كأم وتغذية إذا كانت متوفرة. أما إذا ما كانت الأمور هذه متوفرة فيكملون هجرتهم بعد يوم أو خلال يومين تلاقيهم خلاص انتقلوا أو اختفوا من المنطقة اللي هم موجودين فيها. تقريبا صار لي الحين تقريبا من اسبوع الى 10 ايام اجي نفس المنطقه على اساس اني اشوف الطيور وين تتجمع في هذا الوقت، فتاكدت او يعني اخذت فكره ان الطيور ممكن تجي في هذه المنطقه خلال هذه الفتره، والحمد لله طلعنا بهالنتائج الجميله. ويعود الباكر إلى خيمته لمراجعة آخر الصور التي استطاع جمعها لطائر الوروار أزرق الخد، وسيشرح لنا بعضاً من سلوكيات هذا الطير. أحب أني بعد ما أصور أطالع النتائج التصوير اللي عندي وأختار بعض الصور على أساس أني أعمل لها إديتنج بسيط يعطيها حيوية. يعني مثلاً عندي هذه الصورة جميلة جدا، الطائر هو منافش ريشه، فأنا بسوي بعض الإديتنج السريع، أعدل الكادر، نعطيها شوية إضاءة، شوي نزيد الفايبرنس ساتوريشن، تطلع لنا صورة متكاملة هذا الشكل. يعني أنا نوعا ما أشوفها ممتازة الصورة. هنا هذه المنطقة هي عبارة عن خد الطير ممتاز، أزرق الخد باللون الأزرق مثل ما احنا شايفين، على أساس هذا اللون سمي بالوروار أزرق الخد، لأن الأنواع الثانية غالباً الوجه يكون في ألوان مختلفة مثل الوروار الأوروبي أو الأنواع الثانية. في هاي المقطع كان سلوك الروباج اللي احنا تكلمنا عنه لما أنا كنت أصور، راح تشوفونه معاي هني. هذه اللحظة لاحظوا معاي، شوف قاعد يطلع الروباج، هذه اللي هي دلالة على أن هذا الطير بصحة جيدة. وسيستمر محمد الباكر في تصوير وتوثيق الحياة الفطرية القطرية.
موسيقى.